الحقيقة إنه من أول إذاعة البرومو بتاع مسلسل جزيرة الغمام تحس إنك هتشوف حاجة مختلفة وعبقرية السنة دي في رمضان، خاصة إنه أبطال المسلسل نجوم كبار زي طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب والنجمة مي عز الدين، وطبعا القصة كتبها عبد الرحيم كمال اللي معروف بأنه مبدع في تناول الحبكة الدرامية المشوقة، واللي سبق وتعاون مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب السنة اللي فاتت في رمضان من خلال مسلسل القاهرة كابل اللي حقق نجاح كبير واستثنائي. خلينا نشوف السنة دي هيقدموا لنا ايه. الصبر سادي وسوادي. أنا كبير الجزيرة دي، ما ينفعش شيء يبقى تغيير يضعف الإيمان. تجربة درامية جديدة هنعيش أحداثها في رمضان 2022، أبطالها طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، والنجمة مي عز الدين. جزيرة غمام، المسلسل الدرامي اللي هيرجعنا القصة وحكاية وحدوتة اجتماعية مشوقة عمرها أكتر من 100 سنة. أنا لمدين أن يخرج من سجني. من وقت ما نزل البرومو التشويقي للمسلسل اللي ظهر فيه نجوم العمل، خرج الجمهور على كل منصات التواصل الاجتماعي وأشاد باللقطات اللي ظهر فيها الفنانين المشاركين في أحداث المسلسل. حكاية مسلسل جزيرة غمام بتدور في إطار اجتماعي صعيدي مشوق عن أسرة شافع وأولاده. القصة كتبها عبد الرحيم كمال اللي معروف بإبداعه في تناول الحبكة الدرامية المشوقة، واللي سبق برضه وتعاون مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب في رمضان اللي فات من خلال مسلسل القاهرة كابل اللي حقق نجاح كبير واستثنائي. اللي بيملك المعلومة هو الملك. الفرق اللي بيني وبينك احنا أحكامنا شرعية. كمان العمل ده من إخراج حسين المنباوي اللي سبق برضه وأخرج مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال في رمضان 2020، وكان برضه عمل درامي تاريخي اجتماعي. في شارع الفتوات النبوت بيحامل المظلوم والغلبان، لكن في شارعكم انتوا بيحامل الظالم والمفتري. لكن في شارع أحمد الجبالي النبوت والعوة خدامين الحق، وإحنا اللي يجي علينا ولا على حقنا نوقفه عند حده. جزيرة غمام هيتشارك في بطولته رياض الخولي ومي عز الدين اللي بتشارك في السباق الرمضاني بعد انقطاع سنتين عن المنافسة في دراما رمضان، خصوصاً إنه كان آخر أعمالها مسلسل خيط حرير اللي اتعرض في 2020، وده برضو كان بره سياق الدراما في رمضان. بيدفن حاجات قديمة وبينفخ الروح في حاجات جديدة. الصور والأفيشات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا بعد طرح الإعلان التشويقي خلت النقاد يصرحوا وقالوا إننا كده هنشوف إبداع درامي اجتماعي من نوع خاص. أنتوا اللي بتعملوا من المهبة الولي ومن العبيط فجي. الحكاية كانت عند محارب ودلوقتي عند عرفات. لو عرفت تجيبها للشيخ يسري جزيرة غمام هتطربت وتتفك بإيده. مسألة جاذبية الثقافة وقوة النماذج اللي تتقدم للناس وخصوصا في شهر رمضان، وهو يعني دايما طول الوقت دراما رمضان بتكون مميزة عند الناس عن أي وقت تاني من السنة، مسألة غاية في الأهمية. الناس بتلتف حوالين المسلسلات بتتفرج، فما يقدم في رمضان مهم جدا جدا جدا، خصوصا واحنا شفنا السنين اللي فاتت مسلسلات زي الاختيار ويعني القاهرة كابل. مسألة الوعي وإنه المسلسل يقدم كل ما هو مهم انه الناس تفهمه وتعيه، وحتى الاجيال الصغيره اللي كانت بتتفرج على الاختيار ابتدت تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، كيف تدار الدوله المصريه، ما يحدث داخل الكواليس، يقروا التاريخ ويفهموا اكتر واكتر. الفن ليه جاذبيه مختلفه عن اي شيء اخر. كلامك مظبوط، واحنا بنتكلم في تاثير دايما القوه الناعمه سواء داخليا او خارجيا. انا ليه اصدقاء كتير في المغرب دايما بيتكلموا عن الفن المصري وبيتكلموا عن الأداء بتاع الممثلين، ويقولوا إن إحنا من وإحنا أطفال وإحنا ناشئين على الفن المصري وقوة الفن المصري، وإحنا يعني زي ما كان التقرير بيقول الأفيش بتاعه فعلا عمل حالة على السوشيال ميديا، وفي حاجات كده من أول طلة أنت بتحس أنت تشوف عظمة فعلا في المسلسل. فإحنا في انتظار طبعا إن إحنا نشوف هذا المسلسل وهذا الإبداع، وخصوصا إن في نجوم كبار زي مثلا طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، فإحنا صحيح متعودين منهم دايما إن هم والثنائي ده كمان بعد القاهرة كابل الناس منتظرة منه السنة دي هيكون الوضع عامل إزاي بكل تأكيد.